ضيفي في الاستوديو الملازم اول قاسي شوقي ممثل مديريه الامن الوطني. سيد الملازم صباح الخير، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوه المشاركه معنا. اسعدتي صباحا سيدتي، تحيه صباحيه لكل مشاهدينا الكرام. اهلا بك. سيد قاسي، كيف نعرف بدايه الوقوف والتوقف وما هو الفرق بينهما؟ إذن هي مخالفة الوقوف أو التوقف، سواء كان الوقوف الخطرين أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور. قبل أن نغوص في هذا النوع من المخالفة، يجب أن نبين معنى الوقوف ومعنى التوقف. إذن الوقوف ووقوف المركبة في الطريق بصورة مؤقتة، سواء لصعود أشخاص أو نزولهم أو لشحن البضائع أو تفريغها، بحيث هنا السائق يكون في المركبة، يكون أمام المقود تاع المركبة أو على مقربة منها لتحريكها في أقرب وقت. أما التوقف فهو ركن المركبة على الرصيف أو حاشية الطريق ومغادرتها. تماما. إذن الفرق هنا بين الوقوف والتوقف، لكون الوقوف يكون لمدة قصيرة، أما التوقف نعني به التوقف القار. التوقف القار وهو إطفاء المحرك وترك المركبة بجانب الطريق. ما هي أبرز المخالفات أو المخالفات المترتبة عنهما؟ إذن هذا النوع من المخالفات نصت عليه المادة 66 من القانون 01/14 المعدل والمتمم، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. في هذا النوع من المخالفات يندرج في مخالفات الدرجة الثالثة. نعم. والغرامة الجزافية تحد المخالفة مقدرة من 2000 دينار جزائري إلى 4000 دينار جزائري. هذا بالنسبة للأحكام المتعلقة بالنسبة للوقوف والتوقف الخطيرين. بس هو هناك الوقوف والتوقف الخطيرين والوقوف والتوقف التعسفي المعيق لحركة المرور. إذن الوقوف والأحكام المتعلقة بالوقوف والتوقف الخطيرين فيه 7 حالات، وهي الوقوف والتوقف الخطيرين على الشريط الاستعجالي. نعم. الوقوف أو التوقف مع عدم كفاية الرؤية، الوقوف أو التوقف قرب تقاطع الطرق، الوقوف والتوقف قرب أيضا المنعرجات، الوقوف أو التوقف في قمم المرتفعات، الوقوف والتوقف في ممرات السكك الحديدية، والوقوف والتوقف أمام المؤسسات الصحية والتعليمية. إذن هذه كلها هذه 7 حالات متعلقة بالوقوف والتوقف الخطيرين. هناك أيضا الأحكام المتعلقة بالوقوف والتوقف التعسفي المعيق لحركة المرور، والتي هي أيضا تندرج في ضمن المخالفات المتعلقة بالدرجة الثالثة في الجيم المحددة في قانون جيم 14. وبالتالي هنا الغرامة الجزافية ديالها أيضا من 2000 دينار إلى 4000 دينار جزائري. نعم. والوقوف أو التوقف في الأحكام المتعلقة بهذه المخالفة، الحالات التوحة هي أيضا الوقوف أو التوقف التعسفي المعيق في الوسط الحضري، الوقوف أو التوقف على الرصيف، الوقوف أو التوقف على ممرات الراجلين، الوقوف أو التوقف على حافة الطريق المخصصة لسير الراجلين، ولا الوقوف أيضا أو التوقف على الحواف المخصصة لبعض أصناف المركبات، الوقوف أو التوقف بين وسط الطريق الضيقة، أيضا الوقوف أو التوقف أمام الإشارات الضوئية، والوقوف أو التوقف أمام إشارات المرور، الوقوف أو التوقف أمام البنايات العمومية، الوقوف أو التوقف أمام المؤسسات التربوية، الوقوف أو التوقف أيضا في رتل مزدوج، الوقوف أو التوقف في مواقع ومخارج المركبات، الوقوف أو التوقف على الجسور، أيضا الوقوف أو التوقف في الممرات الجوفية، وقوف سيارات الأجرة ومركبات نقل المسافرين في الطرق السيارة، الوقوف أو التوقف في الأنفاق، الوقوف أو التوقف تحت الممرات العلوية، الوقوف أو التوقف عكس اتجاه حركة السير، مخالفة قرار تحديد تواريخ الخاصة بالوقوف والتوقف. نعم. الوقوف أو التوقف أمام حنفيات مكافحة الحرائق، الوقوف أو التوقف في مداخل المنشآت الباطنية، والوقوف والتوقف أمام مداخل العمارات. إذن هنا عندنا 23 حالة
خاصة بهذا الأحكام المتعلقة بالوقوف أو التوقف التعسفي المعيق لحركة المرور. هذا عن الأحكام المتعلقة بالوقوف والتوقف، أولا الخطيرين ثم التعسفي المعيق للمرور كما تفضلت. سيدي الملازم، في حالة عدم احترام كل هذه القوانين المتعلقة بقواعد المرور، ما الأخطار الناجمة والمترتبة عن ذلك؟ ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا النوع من المخالفة له بعدين. البعد الأول أنه هذه المخالفة الحادث المتسبب فيها راح يكون فيه حادث مرور، يكون فيه الحادث جسماني هنا، ويكون قد يكون الحادث تحاميميت، لأنه كما نقول الوقوف الخطير يؤدي إلى أرواح تزهق. إذن أما الجزء الثاني في هذا النوع من المخالفات أيضا هو ازدحام مرهق، يقدر هذا النوع من المخالفات يسبب ازدحام مروري كبير، وبالتالي هنا المصالح العملية في الميدان لمكافحة هذا النوع من المخالفات تسعى إلى تسطير مخطط خاص بهذه الظاهرة من خلال تفعيل الجانب الوقائي والتحسيسي لفائدة السواق. هذا من الجانب الوقائي، إضافة إلى الجانب الآني وهو معالجة هذه الظاهرة في الميدان. نعم. من خلال انتشار القوات الميدانية سواء على الحواجز الأمنية أو على فرق الدراجات النارية، المعالجة تكون آنية وميدانية للوصول إلى الجانب الردعي وهو تحرير المخالفات للمخالفين. إذن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على السائق هنا في لمواجهة هذه الظاهرة، نحن نراهن على السائق، نحن نراهن لإيصال السائق إلى الالتزام، هذا الالتزام بعدم الارتكاب هذه المخالفات يولد للسائق نوعا من المسؤولية، هذه المسؤولية تؤدي إلى عدم الوقوع في هذه المخالفات. نحن نأمل أن يصل الالتزام هذا إلى درجة القناعة والاقتناع، درجة لو نصل إلى مبدأ القناعة والاقتناع هنا السائق يولد تلقائيا ما يرتكبش هذا النوع من المخالفات. سيدي الملازم، على ذكرك يعني كل هذه الإجراءات التوعوية والتحسيسية، ما الإجراءات التي اتخذتموها اليوم وأبناؤنا يمتحنون في شهادة التعليم الابتدائي؟ ما هي الإجراءات التي تعتمدونها فيما يخص مرافقتهم تفاديا لحوادث لا قدر الله؟ إذن هو يوم خاص لأبنائنا التلاميذ الذين المقبلين على امتحان شهادة التعليم الابتدائي بعد عام من المثابرة والاجتهاد. اليوم هو بمثابة حصد لهذا المثابرة والاجتهاد بالنسبة للتلاميذ. بهذا الخصوص أيضا سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 62400 شرطي لتأمين امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، مرفوق هذا التسخير مع تسطير مخطط أمني استباقي وقائي خاص بهذا الحادث التربوي لمرافقة مجريات امتحانات نهاية شهادة التعليم الابتدائي لهذه السنة لسنة 2020-2021 المقررة لنهار اليوم 2 جوان 2021، بحيث يشمل هذا المخطط تأمين المراكز المعنية بالامتحانات والمناطق المحيطة والأماكن المحيطة بها، إضافة إلى ضمان المرافقة الأمنية لنقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابة يكون بالتنسيق مع المصالح التربوية. من جهة أخرى أيضا تم وضع آليات وقائية خاصة لتسهيل حركة المرور بالقرب من مراكز الامتحانات التي تشهد توافد كبير بالنسبة للتلاميذ. نعم. وأوليائهم من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة، وضع أيضا نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة مع تأمين وتعزيز التواجد الأمني على مستوى مراكز الامتحانات، والعمل على منع توقف ركن المركبات بالقرب من هذه مراكز الامتحانات.
دون أن ننسى أيضا مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي الصحي الخاص نعم بمنع تفشي وباء كوفيد كورونا. 19. فإن الملازم دائما هناك حملات تحسيسية حول مخاطر الوقوف وتوقف العشوائي للمركبات، من تستهدف هذه الحملات بالعموم يعني؟ تستهدف هذه الحملات السائقي المستعملي الطريق، خاصة السواق على مستوى في الوسط الحضري. احنا الظاهرة نشوفها كثيرا في الوسط الحضري في المناطق العمرانية. إذا نحن نسعى إلى التزام المواطنين بعدم الوقوع في هذا النوع من المخالفات، قلنا لأنه الجانب الأول وهو حماية لنفسه وحماية للآخرين من خلال عدم الوقوع في حوادث، بحيث نشوف كثير من حوادث المرور اللي شفناها يكون حادث مرور في الطريق، وبالتالي تكون السيارة اللي تكون من وراء تتوقف في الطريق دون مراعاة السيارات في الطريق، تكون بسرعة تمشي بسرعة فائقة، وبالتالي هنايا كانت بزاف في كثير من الأحيان كان هناك حوادث مرور تليها حوادث مرور أخرى أكثر خطورة منها. نعم. وبالتالي هنايا ننصح المواطنين بعدم الوقوع في هذا النوع من المخالفات. اما كما تسبقنا وقت من قبل انه هذا النوع من المخالفات نعم. يؤدي الى ازدحام مروري قوي وعرقله وعرقله لحركه السير. طيب في الحدث اليوم، ما هي النصائح التي يمكن اصداؤها للاولياء بما انهم يرافقون ابنائهم في هذه الامتحانات وللمواطنين بشكل عام؟ اذا بما انه اليوم هو يوم الامتحانات لشهادة التعليم الابتدائي، هنا ننصح الأولياء أنه يكون فيه تقليل لاستعمال السيارات، بما أنه المدارس الابتدائية هي موجودة على مستوى الأحياء، وبالتالي إذا نقدروا ندو الطفل يمشي صباح أصلا هذه المشية تاع صباح وتوعيه في الطريق وتبتوا تعطيله بعض النصائح والإرشادات الخاصة بالامتحان، أحسن من أنك تديه في السيارة وتطيح في عرقلة حركة المرور، وبالتالي هنايا النفسية تاع الطفل راح تكون مرتاحة. وللمواطنين جميعا هو احترام كل هذه الحالات، عدم الوقوع في حالات الوقوف والتوقف العشوائي. شكرا جزيلا لك سيدي الملازم، ملازم أول قاسي شوقي، ممثل مديرية الأمن العمومي، ومن خلالك تحية تقدير واحترام لكل أعوان أو أسلك الأمن الوطني على كل المجهودات المبذولة. أشكرك جزيلا على كرم الحضور وعلى كل هذه الطاولة. شكرا أستاذ. أهلا بك. مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل تحسيسي نتواصل بعده.